الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا يا ذا الجلال والإكرام. ولا ليال وحن كسود حجرني شرحي كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراه وحا أين إسلسو قادني أو أين سوقب قبيني اعتدالك كدن بي ركوع دا، وحا إن شاء الله درسينا ما أنت بإذن الله جل وعلا كبلا بدون السجود سجودا. ثم كان صلى الله عليه وسلم وحاء نبي صلى الله عليه وسلم يكبر من تكبير صدا والله أكبر إله دا، ويهوي ساجدا وحانه بنشري إساق أمرك سجوديا سجودا أي أمرك حق أدادك شري وهو بنشري. وأمر بذلك أرنت أيان فري المسيء صلاته نكي صلاة ديسي حميي نبي صلى الله عليه وسلم أرنت أيو فري، فقال له وحن كيري لا تتم صلاة لأحد من الناس أمر ما يسترنت صلاة وفدتك كمد حتى وحصو شيخ نبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا بالله وقيدي مركا شيخ محل الشاهد كي وربعين سوقا توحيدي حتى يقول سمع الله لمن حمده مركا كسوكع ركوع دي إنو يلاهدو سمع الله لمن حمده إلهي سبحانه وتعالى هم أغلو أما ومغلي عدي مهدي السي حتى يستوي قائما إلا أوقفك مركا ستوس أو استاغو هل كان محاكا بحيا ركوع دا مركا أتكسو النقوتيد أديقو أو أهن استاغي لما استيرين إن أتسجود أهوبتيد نبي صلى الله عليه وسلم سيدو إن فري ماها وحا ركوع يسجود أدحيا استاغ اعتدال كي سلدون يتير تيرر كسلادنا كميد أها مركا نبي صلى الله عليه وسلم وحو فرينيكا إن مركا ركوع دا كسوكعو وسر لما استيرن استاغو. ثم يقول دبذين نؤيده الله أكبر ها ومركا إن أحق سجودك هذا الله أكبر أما تكبير. ثم يسجد دبذين نؤ سجود حتى تطمئن إلا أي حسش مفاصله كلا جيس يديسو ألقى وحكم وغتمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قابكي أوتو كني صحابتنا أوبري إن أي أهيد قابكا الركوع دا إيه سجود استاقاسينا أدحيو سجود دا مركا لو دا دعينا تكبير مركا لو دا دعيو. وكان وحو أها إذا أراد نبي صلى الله عليه وسلم هدي أودونو أن يسجد إن أو سجود هدي أودونو وحو أها كبر من تكبير صدا من تكبير صدى الله أكبر إله هذا أيوها مركا أو سجودنا ويجافي وحا وحكلفغين شري أما أو كدركين شري يديه لبدي سقعمود عن جنبيه لبدي سلنا عيوك كدركين شري أو هل كان سحلك أيوك يرفغين شري نبي صلى الله عليه وسلم لنا يديس. ثم يسجد دبدي نو سجود شري نبي صلى الله عليه وسلم سيدا وحسميني مركا او امام اها اما او كليي توكني لكن مركا جماعه كو جيرتيد او صفكا ددنا دينعيده كا خيغان ما سمين كاري سيده ددكي اناد كو ديبتيد باي نوقنايسا مركا واي كا دحايسا مركا لوما باهنا لكن مركا سنن تطبيقينيسيد وحا ويهي مركا اما كليي توكنيسيد اما
إمام تهيوي وكان وحوها نبي صلى الله عليه وسلم أحيانا واختي ذا قار يرفع يديه مد قعمها كر أقاضا إذا سجد مركأو سجوديو مركأو سجوديو أي أو قعمها سيدي تكبيرة الإحرام كأو كحران أي أوكالي أوقاضي شيخ حاشية ذا صفحة بقول إيو أفرتا وحكول إيه كلام وحويري وقد روي هذا الرفع عن عشرة من الصحابة وذهب إلى مشروعيته جماعة من السلف منهم ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابن عبد الله ونافع مولى ابن عمر وسالم ابنه والقاسم ابن محمد وعبد الله ابن دينار وعطاء ابن رباح وقال عبد الرحمن ابن مهدي هذا من السنة وعمل به إمام السنة أحمد بن حنبل وهو قول عن مالك والشافعي وحاو شيخ صور نقلنا يا أما أصورها ريا كلام صحابة إن بدن وكمد أه إن لقسه النقلي إن مشروع تهي مركا أوقفك سجود أيو إن قعمها كر قاد الله أكبر إله أهدو أيو شيخ صور نقلنا يا أو شيخ يا إن مركا وحليهي سيدي مركا أي نسمع الله لمن حمد أورنا إن قعمها كر لو قاضي سجودنا هلقو آدو أي شيخ مركا تلمامي الخرور إلى السجود على اليدين إن الله بتو سجودي إيادو مركا لبدا قعمود له الرئيسين أيو مسألة ومسألة هذا البدن وكتاقين يهي مركا لسجود أيو وسجود لآذ أيو ما تشيل بها له الرئيسين يا أدولك لجوه الرئيسين يا مسجع معها شيخ وحاء قبى مذهب كأرنا يا إن جعمها له الرئيسي أي قبى ابن تيمية وحاء صانق ليا بنان الجواز إن جعمها له الرئيسي أوقف مركو سجود يا جعمها أوكه الرئيو إيه إن وتشيل بها كه الرئي الله بدو بين أي بنائهين أي علماء بدن كسر نقليا أو إجماع وحانوا تلماما علماء ذو إنه كلا أركت دوينهين الأفضلية كيف فضل بدن ما ينات قعمها كوه الرئيسيد مثل إنه تشلبها كوه الرئيسيد أي فضل بدن أي علماء ذو أي مركز كلا أركت دوينهين شيخ طريفي رسالة حلية هي رسالة لما قع وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة هذو صفحة بقول إيه سقالي اللباتن هذا الأكل يهي وحقولي يهي هل يقدم المصلي عند سجوده يديه أو ركبتيه هذا الديروي وحقولي يهي حديثك كسو أروري وائل بن حجر وحوي حديث معلول وحديث إلا الله شاقو وأي وحالة فردينين لورنشري شريك النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنهم وائل مركا وحوت الماما يا إن النبي صلى الله عليه وسلم أركي إساق أو مركا سجود أيو هرئيسين يا قعمه إساك هرئيسين ركبتيه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه حديث كاسوت الماما يا مركا حديث كاوحوليه حديث معلول أو علاد لو شاقويه سند كيسو وحبذا مركا كود يرانيا سند كيسا أي وحبذا كود يرانيا وحن ليه وللعلماء في المسألة كلام طويل والتخيير هو الأولى بحسب ما هو أنسب بحسب ما هو أنسب للإنسان وما هو أيسر له فمن الناس من هو ثقيل البدن ومنهم من هو خفيف وذلك أنه لا يصح في المرفوع شيء وحليه هي علماء هذا البدن أي كليهن مقعمها هرين يا مسلوقها وحنا سيد أنصب كأه وحوي إن بن آدم لكل الدرسية وقف كده ليرى وفضضنا وده كبودي كرلوجيه سيسقو عن قعمها ديجن قف ككلنا وقعمها مركا عسكن كرو أي أصل بليه أنصه نقوله شيخ مركا وحيد وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يضع يديه وحوها مدق اللبدي سقع مود
على الأرض للك قبل ركبتيه لبدي سجلب كهر لبدي سجلب انت عنو ديجين قعمها أيو كهر رين شري وكان يأمر وحان فري شري النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرنتا فيقول وحان يري إذا سجد أحدكم قفكين هديئو سجود فلا يبرك يانو أفريسا كما يبرك البعير سيدا أمرك راتيقو أما أورك أفريستو وليضع يديه قبل ركبتيه هانا ديقول لبدي سقعمود انت آنو ديقين لبدي سجلب سؤاشا ميشة تالا وحيتهي راتيقو مرك أفريسا نيو كويبو كوريا ما تلبو كوريا ميسا قعمه مالو ما كو هورو كو ريا مس كو دنبه ها شيخ و خو اسو دليشدي ان غعمه هورينيا ايو اسو دليشدي ارينتانا و خو كو خوجينيا ان ايغنو حاشيهدا كتابكا ان 214 و خو ليه واعلم ان وجه مخالفه البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو ان البعير يضع اول ما يضع ركبتيه وهما في يديه لبدي سجل باكو هورا ابو بليه رتيم وحونا كسو نقلنا يا كتبتا لسان العرب كتب اللغه ان يقانان ان لغها هوره اي جلبيهين اي ايو كسو نقلنا يا لكن علماء كسو هرجيدا اوله jilbaha hadii sida awrka la raayeen laga hadlayo awrku wuxuu ku fadhiistaa jilbuhu horeysiya jilbuhuna waa kuwa dambe marka xadiidkan wuxuu u daliil yahay in jilbaha la horeysiyo aan gacmaha la horeysin ay leeyeen waye wa kana yaqulu waxaan u oran jiray nabigu sallallahu alayhi wa sallam innal yadani labada gacmood tasjudani way sujuudan كما يسجد الوجه سيدا وجهه بأسجوده فإذا وضع أحدكم هديء قفكين ليغو وجهه وجهيسا فليضع يديه قعميه سنهاديغو حديث كان دنبه الخرور إلى السجود على اليدين وحد مدائنا نتلمامين قفكي مركي أسجودي أيا وحال الربا وجهك سيدا أولوك أوليغي لبدي قعمودنا إن أوليغو أو لبدي قعمودنا أي كمديهين حبنيه تضبض أهائي لغا سجودي وإذا رفع هديء وجهك كر أغسو قادو دولكنا فليرفعهما قعمهين هسوع ليو وكره أغسو قادو وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يعتمد مدمركا عسكذا على كفيه لبدي سباب عما على علود أيو عسكن شري ويبسطهما وانفذن شري مركا لسجو سنيهي قعمها دولك إن لديغو أو لكالفذيو أو غفكو سبو قعانتو أو دوبان آنو كسجودين أيا لدونيا قعانتو دولك ديكتيد وحي علايسك كفضو دينيسا وچيق علايسك كل علاها أيا كفضو دينيسا مركا إن وچيق علايس بدن كافولو لبدي قعمود أي أمر كان كفوز زين يا أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وحفري شري إن لبعض جعمود أمر كان دول كلا دي قال أنا في ديو ويضم أصابعهما لبعض جعمودنا فرهودة وسكين شري وفري يوم ذيسن أي دول كمر كا سدا وين ودي شري وي ويوجهها وحن وشيدن شري قبل القبلة لنا عقبلة أي حكتو أي وشيدن شري haddaba gacmaha meesha la dhigayaa waa halkee ma garbaha la simi mise wajigiiba la simi wakaana wuxuu ahaa sallallahu alayhi wa sallam yaj'aluhuma midyeela labada gacmood hadwa mankibayhi meel la siman labadiisa garab wa ahyaanan marmarna hadwa udhunayhi meel la siman labadiisa dhagood marka labaduba way banaantahay inaad garbaha la sintid iye inaad markaa labada dhagood la sintid labadaba way banaantahay wa kana waxa uu aha sallallahu alayhi wa sallam yumakkinu mid ku qabta anfahu sankisa wa jabhatahu iyo jabhadiisa ama halkan sare ee sujuuda ah min al-ardi dulka jabha waxa la yiraahdaa halka u dhaxaysa timaha foodooda iyo indhaha قوليه خلفية ملتري لهان شري سلام بيو يقانان هالكا مدام ملتري عسك سلاما دات كون سجود بيراه ذان
مركا ملها سجود با كمناسب سن إن ليراهدو سلام مركا هل كان لقى سجوده أيو نبي صلى الله عليه وسلم دلوك ديجي شري سن كان دلوك تاب سين شري أو مركا سن كان دلوك تابن شري وحال ديدنيها أنت سجودد إن سن كان دلوك كفو جيسيدو كقاعدد تاسي وحيك بحسن تهاي حبنيه تضبط أها إلي ده لقى سجوده أي مركا كلا ديمن مركا الجبهة والأنف وحبين للرب إن لوضع ديغو رولك مركا لسجود يوهي. وقال للمسيء صلاته نبي صلى الله عليه وسلم وحكير إنك صلاة سحميي إذا سجدت هديئات سجود فمكن لسجودك كقبو مركا مكاني سجود هذا رولك كقبو. وفي رواية روايتك لو حديثك لو حواها إذا أنت سجدت هديئات ديغو سجود فأمكنت وجهك ويديك وجهك إيا اللبضة ذاك عمودنا أدولك كقبت حتى يطمئن إلا أحسل كل عظم لفكست إلا أي حسش منك أديك كمدة إلى موضعه بوسكيد لفكست إلا بوسكيد تكتو مركا حبناها أدولك كقبوي. وكان يقول وحاوك لورنشر النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة صلاة أمتشرتو لمن لا يصيب أنفه وفك آنو قارن أفكيس من الأرض للك وفك آنو للك أصيب سنكيس وحوي صلاة أمتشرتو أي أرنشري ما يصيب الجبين سيدا مركا هلكا سلانتا أما فودا أي مركا للك أتابنا يسو سلمد أهو إنسان كنا أتابتا وي. وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يمكن مركا شيخ وحترنا يا حبنه لغا سجود اي يترنا يا ادله دي شيغيا مركا وحو شيغي هلكي فودا هيدا مثلا انت هيدا ما ميش سجود سنكي لبدي غعمود دولكا لوو قبتي. وكان يمكن سدو كلو وحو النبي صلى الله عليه وسلم دولكا سي فيعن غو قبن جيري ايضا ركبتيه لبدي سجليب اي واطراف قدميه فرها هوري ee marka labadiisa lugood waxaad arkaysaa qof sujuudsan oo aad moodid sida duqsigii lugaha inuu isku masmasaxanayo oo dhulka ka qaadayo oo maantoona saa u dhaqdhaqaajinayo ama hawada dhaxay marayaan arintaasina sax ma ah. Xubnaha laga sujuudayo waa todobadii Nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay al-jabhatu wal-anf al-yadan ar-rukbatan atraf al-qadamayn todobada xubnood إن للك سفي عن لوغو قبتو أو سجود أي كمدي هنا عن لغا قادين أي لدون ياوي. ويستقبل وحان النبي صلى الله عليه وسلم أجيدين شري بصدور قدميه لابتا أما حق هوري مركا لبدي سلوغود وبأطراف إيو فرها هوري أما قيبت هوري أصابعهما أصابعهما لبدا لغود فروهو دو هوري القبلة قبلة ايو چيدين شري لوكتي قيبتي دين عن حكتي اي ساري وحيو چيدا قبلة فرهن هوري نحوغا ان لسو چبين ايو او قبلة لو چيدين ايو ايو النبي صلى الله عليه وسلم سداسو سمين شري او مركا حوغا عاد موديد يعني فريه سادو الخلوما ديگا ايو لغبامو دي يكاليه ايو حد موداين لو سو چبين ايو حقي قبلة او مركا النبي صلى الله عليه وسلم ساس ايو اسو چود شري وي. ويرص عقبيه وان اسكو قبن جيري لبدا عربود لبدا عربود وا اسكو قبن جيري ان حديث كاتلماما يا عربها ان لا اسكو قبطو علمادو ارسال باي كوتلمامان انو مرسل يهي اي كوتلمامان. وينصب رجليه وان مركا تاغي جيري لغيسا النبي صلى الله عليه وسلم مركا وأمر به سدا أيان الفرج سدا أيان الفرج مركا حديث كحوجا إرسال باكوتشرة أو درجة ديسا حديث أهان آدم حوج بدنوي. وكان يفتح أصابعهما النبي صلى الله عليه وسلم وحوها متشبي يفتح الفتح وحوي تشبين أم قلوعن ها لوذن أو كله أصابعهما فرها هرئ اللغها أي مركز سيدي وحق بلاد حقيقة أجبيني أي كدقي تري. فهذه سبعة أعضاء انتني واتضب حبنود كان صلى الله عليه وسلم أو النبي أها يسجد عليها متك السجود تضبط أسمحيهن الكفان
لبدا على علود وكو الركبتان لبدا تشيلب ولبو القدمان لبدا اللغود وسدح الجبهة إن ما هي الركبتان أو اللباء الكفان أو اللباء هي الركبتان أو اللباء وأفر القدمان أو اللباء واللح الجبهة هي الأنف وإسكح بنأه وتشيكي تضبط ذاوي تضبط حنوت أي النبي صلى الله عليه وسلم كسو جودي جري وقد جعل صلى الله عليه وسلم نبي وحاو كدغي العضوين الاخيرين لبد حبنود اي ودنبيو الجبهه والانف هلكن سلانتا اي سنكا وحو كدغي كعضو واحد اني حبن كليه اسكو يهين في السجود سجود حيث قال حديثك وحو اها وحو يدي امرت وحل اي فري ان اسجد ان ان كسجود وفي روايه وحي اهيد امرنا وحنا لفري ان نسجد على سبع اعظم تضب حبنود ان ان كسجودنا على الجبهة جبهة أما ألكا سجود وأشار بيده قعنتي سنة وحا وكتل مامي على أنفه إلى سنكي سأيو كتل مامي واليدين لبدا قعمود وفي لفظ لفظك لو حديثك وحوها الكفين بابعوين كأما على عشا والركبتين لبدا تشيلب وأطراف القدمين إيا فرها خرئيه لبدا اللغود وحكالونا لفري النبي صلى الله عليه وسلم أما أمرنا بكسي حدنتها ولا نكفت إنا ننعل علين الثياب مريها والشعر يتمها أفكو إنو مردي سامربا سامردي عشد ومرد سامربا أجيد أي الذي دنيها يلغو مشغول أما قفكي تيمة ديرا مركي سجودي تيمه سو دحاي مربا ودب عليو ودب مربا وسيده سمي ارنتا سنه لديدي وي دد بدن هدا امامادها واكو كو هولين يهن با حد مودا ما انتو دم امامادي اما جوبدي يريدو سيتي ما انتو دم مربا سيده او قب قبانيا خوشا ان لوو مشقولو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو تلمامايا ان مركا ان لوو مشقولين ليعلعلين مريها اي مركا تيمها ان ليعلعلين وكان يقول وحان أرنشر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد هدي أدونك سجود سجد معه وحل سجود سبعة آراب تضبح منود ها سبعة آراب تضبح منود وجهه وتجيس وكفاه لبديس على علود وركبتاه لبديس تشلب وقدماه إيا لبديس اللقود وقال في رجل النبي صلى الله عليه وسلم نم أيوح كيدي صلى تكذي ورأسه مذيحيس أو معقوس ضدبا أو من ورائه أدمو دبئن ومذيح أددبيه أيوح كيدي ورأسه حلولك إذا كان وحويتمها إنما مثل هذا كاسوح لمديه مثل الذي يصلي قفكت كني وهو مكتوف اسغ او مركا غرب دوب وحران نينكا مديحيسي حق دمسا اسغو قبتي وحا النبي صلى الله عليه وسلم تلمامي انو يهينن اد موديد انو توكنيو اسغ او غرب دوب وحران وي وقال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم وحو كلو يري ذلك كاسي كفل الشيطان وبول شيطان وهي بول شيطان وهي يعني مقعد الشيطان وحلولة شيدا الكي وفريسن شري مركا كرسيقة وهي شيطان كأي لولة شيدا وحوك لو كسي فسيري يعني مغرز ضفره حلقة دوب كيسا ومركا كمدو تما مركا لدوبو أي ضفري ليلة هذا ألك الوحرو أي ليلة هذا مركا مغرز ضفره ثم ألك وكحرو أي شيء يا أي نكاسي ولم يدي هوي ذاك كفل الشيطان أما بوس كاسي وبوس كي شيطانك أما ما يشوف فري سنة يي ألك ثم هأودب وحري أي أنا الله المامية وكان وحوها صلى الله عليه وسلم لا يفترش مركا وسجوديو مد أن مركا جوجلن ذراعيه لبديس قعمود إن قعمها
dhulka saa loo dhigo ilaa suxulka dhulka la dhigo sida ayga oo kale iyana ma banaana. Halkaa hore waxaan ku soo marnay maryihiina lagu mashquulin, waxaan ku soo marnay timahan dib loo qabqabanayo oo marba dib loo xirxidayo oo lagu mashquulayo iyaga laftooda. Nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu markaa nahyi uu ku soo arooray oo la diiday, haa in la diiday oo qofku haddii timihiisa uu iska sii daayo caadi ugu sujuudo, timuhuna ay dhulka markaa sujuudda qaybtoodii ka qaataan ayaa sida sunnaha ah oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uuna faray ay tahay. Halkaa waxaa ka baxaya timihii dumarka, timaha dumarku iyagu kuma jiraan. Oo xaadiistan dhammaantood rag unbay ka hadlayaan, tilmaamaya timaha iyo in markaa aan lagu mashquulin. Dumarku sidooda timahoodu u daban yihiin oo u xidhxidhan yihiinoo way ka duwan tahay markaa. Waayahay markaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaloo ina faray inaan la goglin gacanta, gacanta in la goglo oo markaa gacanta oo dhammaystiran dhulka la dhigo marka la sujuudsan yahay waa laynoo diiday. Maxaa la doonayaa in lagu sujuudo? Intaa calaa casha ah ama baabacada ah keliya dhulka inay taabato, inta kalena kor looga qaado. Bal kaana yarfacuhumaa, nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid kor uga qaada gacanta inteeda kale marka calaa casha laga reebo canil ardi dhulka. Wayubaaciduhumaa, waanu ka fogeyn jiray can jambayhi, labadiisa dhinac ayuu ka fogeyn jiray. Xataa yabduwa, ilaa uu muuqdo bayaadu ibtayhi, caddaanta kilkilooyinkiisa, min waraa'ihi, ay dib ka muuqdaan. Qofka ka dambeeya inuu kilkiladii nabiga sallallahu alayhi wasallam arko ayaa markaa dhici jirtay weeye, sida uu uga fogeynayo labada gacmood ee labadiisa dhinac uga fogeynayo. Waaye waxataa ilaa ay, wuxuu sheekhu markaa sii tilmaamayaa, nabigu sallallahu alayhi wasallam intee in la eg buu ka fogeynayay labada gacmood dhinacyadiisa, intee in la eg buu ka fogeynayay marka uu sujuudsan yahay. Waxa uu yidhi waxataa low anna bahmatan, xitaa haddii ay maqali ama neef xoola oo yar, waxa la yidhaahdaa bahmada, waxaa la tilmaamaa adhiga kiisa yar baa la yidhaahdaa, ama maqasha ama waxar yar ama nayl yari, araadad haddii ay doonto an tamurra inay marto, taxta yadayhi labadiisa gacmood hoostooda, marat way mari lahayd. Markaa sida uu kor ugu qaadayo xitaa neef yari uu hoos mari kari lahaa weeye. Wa kaana, wuxuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam yubaaliqu, mid ku xeel dheeraada fii daalika, kala fogeynta uu kala fogeynayo labadiisa gacmood marka uu sujuudsan yahay. Xataa qaala bacdu asxaabihi, ilaa ay yidhaahdeen asxaabta qayb ka mid ah, innaa kunnaa, waxaanu ahayn, lana'wii kuwa u danqada, na'yigii bay ka timi, yacnii la naca oo la dhibsada, lirasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam, rasuulka ilaahay, mimaa yujaa fii yadayhi, inta uu yacni ku xeel dheeranayo oo uu kala fogeynayo gacmihiisa iyo can jambayhi dhinacyadiisa, idaa sajada, markuu sujuudo. Sida uu nabigu sallallahu alayhi wasallam isugu hawlayo inuu gacmaha kala fogeeyo oo uu dhinacyadiisa ka fogeeyo, annagaa u danqan jirnay oo u diirnixi jirnay ayay saxaabadu yidhaahdeen sallallahu alayhi wasallam. Wa kaana yaamuru bidalika, wuxuu ahaa mid fara sallallahu alayhi wasallam, fayaquulu, wuxuu odhan jiray, idaa sajadta, haddii aad sujuudid, fadac kafayka, waxa aad dhigtaa baabucooyinkaada, warfac mirfaqayka, labadaada suxulna kor u qaad. Wayaquulu, wuxuu kaloo odhan jiray, ictadiluu, ku xasila oo markaa ku sinaada, ictidaal ku sameeya, fi sujuudi, sujuuda, sujuuda markaa ku xasila, walaa yabsud, yaanu fidin axadukum, qofkiin, dhiraacayhi, labadiisa dhudhun, inbisaat alkalbi, sida aygu uu u fidiyo, ama kamaa yabsutu alkalbu, sida aygu uu u fidiyo, sida aygu xubnaha xayawaanaadka aan lahayn buu ka mid yahay xubinta dhexe, sida innaga suxulkan aynu u leenahay gacmahooda hore ma laha xubin kala qaybsanta ma laha, markaa horey u fidiyaan. Markaa sida ayga uu markaa u fidiyo
هأفذين أيو رنج رلوك سها وذلقنا. وفي لفظ آخر وحديث آخر لفظك لو حديث كان لا يهي حديث كلبوحها ولا يفترش يانو جوجلا أحدكم قفكين ذراعيه لبذي سردون افتراش الكلب سيدا أيقو مركا جوجل ذو. وكان يقول وحاو كلا ورنج رنج صلى الله عليه وسلم لا تبسط هفذين ذراعيك لبذا ذردون بسط السبع حيوانات كسبع ليله ذو وحيوان كأي إيو لباح إيو أنت درتا بصدها أي ليله سبع علماء وحيت المامان موحى لوجو بحيه إن تضبا الموت دلان مس تضبا بلوت كدلان لبذا بأقوال لوان أركي مركا حيوانات كنوع عاسي سيدا أي مركا حبناها أفيديان هو في دموي والدعم على راحتيك كنا عسكو أما عسكو على راحتيك لبدا هذا على علود عسكوي وتجافي عن ضبعيك عدود هذا كلفوغي أو مركا كفوغي لنعاقة فإنك إذا فعلت هديئات إذا فعلت هديئات سميس ذلك أرنت سجد كل عضو منك معك حبينك استأو كامدي ويكول السجود إسا سيقود مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي قابك اللو سجود يي أو سجود مركا أي صحو نقون إسي إن تضبضا حمنود لغا سجود إن لك لفوغي يو لبضا قعمود أو مركا كلو إنك لغا فوغي يو إيو إن سجود حبينك استا مركا دول كسفهي عن تضبضي حمنود لشيغي لوغو قبتو وجوب الطمأنينة في السجود واجب نمدا إن لغو حسيلو سجود إن لغو حسيلو إن لغو حسيلو سجود واجب نمدا أي مركا واجب تهي وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحا وها يأمر مدفرا بإتمام الركوع والسجود لما يسترك الركوع لأي سجود لبدا تير أو تيرك صلاة كمدة ركوع لأي سجود نبي صلى الله عليه وسلم لما يسترك أي فريج ريوي ويضرب وحان مركا قراعي شري لمن لم أما حكم ثالي شري كنت سالين شري لمن لم يفعل لمن لا يفعل ذلك قف كأن سدا سمين مثل الجائع قف مركا قاتيسن حديث رين وحن كسو مرني قف قاتيسن قف كأن كبوحسن أو أن سفي عن أدم يستين ركوع لي سجود قف قاتيسن أو تمر حبت يلا بك عوني أيو لم يديهاي يعني وحبك ما يترين قاتشذي وحبك ما يترين وقفك اسم الدرقين كرتوي مركا النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب وحاوكم مثالي تشري أما كنت سالين تشري يضرب مثلا وي لمن لم يفعل لمن لا يفعل ذلك قفك أن سجود أي الركوع لما يسترين مثل الجائع سيد قفك قاتشوني يأكل التمرة والتمرتين وحاؤون يا حبت تمر إيا الله بمر تمرأ لا تغنيان عنه شيئا وحبنا أمتريا ها قاتك ما بين ينوي كان يقول فيه وحون أرنشري إنه قفكاسي من أسوأ الناس قفك ضدك أجح وي سرقة حق حتى يد صففت أمحو حضيا وحولي هي وحضيا سلاديسي وحضيا سلاديسي أيو كلاردن تاليا ما دام أن ركوع دينا كوها كرين أنو دما يسترين سجود دينا أنو دما يسترين سلاديسي أيو مركا قفكاسي كلا حضيا أو سلاديو كلاردمن أيو تكن ياوي هلكم حين كقلينا أذكار السجود سجود مركا لقالو أذكار تالأخريو أيينو تلمامينا وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحاوها يقول مدير هذا في هذا الركن ركن جن سجود انواع نوعي ايورنشري من الاذكار اذكار اما حس ربي سبحانه وتعالى لا حسيه والادعيه يدعوين تاره هذا وتاره هذا مر دعاء واخرني مر دعاء واخرني انت سوى حيك تسيسا نبي صلى الله عليه وسلم دعوين كان اوردن انت دبدا كغلو مو ود اخرين مر بدعوين كقيب كمده أيو أخرين أيوي تكوبات وحوية سبحان ربي الأعلى سبحان
حمان أو دن وحاكه فن ربي ربي جيجا الأعلى سرية ثلاث مرات بعد أورا نيسا سدحجر. وكان أحيانا مرمر وحاوها يكررها متكع العلية أكثر من ذلك انت عينك بذن ذاتك غيبت وحضر كيسا مركا يكوغو لنعتو كنيان مركو إمامك سجودك يرداه انتو سدحجر سبحان ربي الأعلى إله دوسك آموسيا وحد كجرت عبادة كجرت سببت أدو آموسي سامحيته وأنا ذكري سيوة دا حسكي سيوة دا إلهي سبحانه وتعالى سي حستا وحال لمد صلاة ها أن جهرق آهين ظهر كي عصر كأوكاله هدي إمام كتلاوة دا إي أخرس كأور ديريو أدوغونا آت سورة ديرو قابان أخر داي ها آموسي نقران كالسي أخر قران كي سيوة قران كي سيوة ورين وحن أصوى مرني صلاة ها جهرق آهين علماء أي إلهدين قيب كميدا قراءة الإمام وحي أتها يقفك مأمومك أهل كدبتك نية قراءة أتها إيغا أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إيو آيادي إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا سوق هذا نية قولك سينو تلمان نية صلاة دا مركا جهري أه هدي أدقي ستيد إمامك أمو ستيد ملاها لكن صلاة دي قرصونيت أو هوس قرآن كلو أخني سري أهيد وإن أنا أهم السنة تلاوة ودا هل كان وكلا سبحان ربي الأعلى واتصدح تيرتري إمامك وليو سي سجود سيهاي سجود مركا سي ودو أذكارتي سي ودو آخري وي وكان وحوها نبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وقت إذا قيبتود يكررها مد كعيل عليا أكثر من ذلك إن سدح ذا كبدا وبالغ وأن كحل راضي في تكرارها كعيل علين تيدا مرة مر في صلاة الليل إساق أمركا هبين كي صلاة الليل تكني حتى كان سجوده إلا سجودي سؤايا هيد قريبا متكدودو من قيامه استاقي سمتكدودو وكان قراء وحانو أهامتك أخريي فيه تقندا أخرئي قيامك ثلاث سور من الطوال سدح سورة دوت وسورة ده قرآن كدادير البقرة والنساء وآل عمران والوحد صورتان سدح ذا سورة دوت انت الآخرين أيوه إن قف سجود سنادو انت أصوك عليه حيكو تسنيسا نبي صلى الله عليه وسلم ردنك أوكو هاي صلاة إمنك قفك سجود حوغا هدي الله يرير أيوه وذاتك والله مدي حوائي قرر ريبك وارن أيه وآد بيو قديري سيدا سحد آن وحوهي عبادة إن لا ردن صدو بل نبي صلى الله عليه وسلم نينكي أويمي أي ويديستي إن أمرك أجند الرفيق كل النقضاء وحكيري فأعني على نفسك بكثرة السجود نفت هذا إيغو كالمي إن السجود بديسد سجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأمرك أدلا هي قدوده دنها أن لين هي باهية أن لين هي عدن واختي أن لا هي كبرين وسجود مركز سجود يقفكو إنه مركز تقابيو سيساحا معها إيه سجود وحويه إن لا ديري أو مركز أداد كاربدا أداد أخريديد إلا إن هذا إمام أتهي جماع قف ضعيف قف وايه قف دن لأيه له أو مركز الله ربو إن أنا تكو ديرين إيه مركز أفضو ديسي وايه يتخللها صلاة مركز وقراءة إذا النبي صلى الله عليه وسلم كسو أخريي صدح ذا سورة ذات إيدادير وحا كد حجري أو تلاوة كد حجري دعاء واستغفار دعاء دعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيا استغفار إلهي سبحانه وتعالى ودن بداف مركا ويدي سنة كما سبق في صلاة الليل سيدي أن صلاة الليل كسوة الماني ذكر قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم كسوة وحوية سبحان ربي الأعلى وبحمده إنو أرن شري ثلاثا سدح جار سبحان حمان حاكه فن ربي ربي جاي الأعلى سري وبحمده يا مهدين تيس وبحمده الف لفظ قاسي أحاديث تقول للسعدو وحاكه قبضا كوا سبحان ربي الأعلى كري له حق السنة كمرك اللي أجو يجا حق بدا وهي ثلاثا سدح يورن شري وحكلا ورنج النبي صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح ركوع دي بين قصة الماني
انت بدن سبوح قدوس رب الملائكه والروح اي ودن جيري وكلو ودن جيري النبي صلى الله عليه وسلم دعين كان وكوي هراء انه سو مريم عدمكوده سبحان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تا دعانا واخرين جيري وكان يكثر منه وانبذين جيري دعدا في ركوعه ركوع عيسى وسجوده هي سجود عيسى يتأول القرآن إسقاط مركا قرآن ككسر ده هنا يكسر قاعدنا يا ماشي كشرتنا ونسوات المعني سبحان فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح وسبحانك اللهم ربنا بحمد ربك وبحمدك اللهم اغفر لنا واستغفره أي نبي صلى الله عليه وسلم سيدا هلك أوسو ده هنا واي ذكرك شناد حويه اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سم للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وحنم لنيا ميان معنينا اللهم لك سجدت إلهي وأدق أيام كو سجودي وبك آمنت إلهي وأدق أيام كو رمي ولك أسلمت إلهي وأدق أيام سكاديبي وأنت ربي إلهي وربك أدق أيام سجد وجهي وجهي وحاء أسجودي للذي خلقه أله أبوري وصوره أله قابي موقال كان أسمي أو فأحسن صوره موقال سمينتي سينا آد أقرحيي إلى الله سبحانه وتعالى إسقى إنا سورة ديي وحانو إنو تلمامي سيدي أقرح بضنيد إن مركا إنو سمي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وشق سمعه أليه الدلاعي ومركا أتشاحي مقل كيس إيا وبصره أرقيس فتبارك الله الله خير بضناضي أحسن الخالقين أنت وح أبورتا الله أقو أبور وناكسن أقو وناكسن أي خير بدنا ذوي اللهم إلهي وذكر اللي حد حوي إنه صلى الله عليه وسلم مرن شري اللهم اغفر لي ذنبي إلهي وذنبي جي قرداف كله دمانتي دقه كيسة ير وجله إيه كيسة وين كي يعني دقيقة هي أنا لا أرجع أذ أير إيه كوا وين بق وأوله دنبيجي هريي وآخره يدنبيجي دنبيي وعلانيته دنبيجان موجستي ومرك الله صوبن بحي وسره يدنبيجان قرص ضيبا وحكل ورنش النبي صلى الله عليه وسلم سجد لك إلهي وحكوس جودي سوادي مقال كيجا وخيالي يهما جيجا وا يعني شركي أنت موقتا إيو حتى إن حركيها أي كوس تشودي وي وآمن بك إلهي وحا كرمي فؤادي قلبك أي كرمي موض نهيك أبوء إلهي وحا انقري بنعمتك علي نعمة هذا آد يقوم من نيستي دشيدة إلهي وانكو قري هذه يدي تنوى قعنتي ذي وما جنيت يوحي أن أكيني على نفسي نفتي ذا حديث كان سدات المامية وحديث ضعيف وي حديث ضعيف وي إمام الألباني نوحو كسو ساري في السلسلة في سلسلة الحديث الضعيفة أيو كسو ساري وي إن لقى ساري باهي حديث كان لكن حلقة يا شيخونا نهليلين مرك حديث كاسي حديث حوق بذن ما هوي ذكرك سيديداد سبحان ذي الجبروت نبي صلى الله عليه وسلم حوران شري سبحان حمان أوردن وحاكوفا ذي الجبروت الله الدرقية وأود شيك تعيدي سنك تكتب والملكوت الله بقرتو يدا إيا تلا أوردن قعنتي سأي كتشرتو والكبرياء الله إسلوين أوردن أيوسق انتهي والعظمة الله وين أوردن إساقو كتل مامن وهذا وما بعده ذكر جن أين الشاجني إيه ذكر هذا كذا بيبا كان يقوله وحو النبي صلى الله عليه وسلم ورنشري في صلاة الليل هبينك مركوتك نيو ذكر سقالات سبحانك إلهي وحمان أوردن ذي جاياك هوفا اللهم إلهي وبحمدك
ما حد هذا لا إله إلا أنت إله حق لقعابدا مجهرو أذيق مويه وحكى لو أرنشري اللهم اغفر لي إله يو إيدن بداف أو إيداف ما أسررت وحي آن قرصدي وما أعلنت يوحي آن موجستي أو لصوبا بحيبا إله يو إيداف ذنبي هو واحد قرصتي دي واحد مركادتك كو أركان ذكرك كوبية تمناد حويه اللهم إله يو اجعل في قلبي نورا قلبي جي نور قلي وفي لساني نورا عرب كي جن نور قلي واجعل في سمعي نورا إله يو مقل كي جن نور يال واجعل في بصري نورا إله يو أرق كي جن نور قلي أو نور يال واجعل من تحتي نورا إله يو هوستي ذا نور ديك واجعل من فوقي نورا إله يود شيدنا نور ديك وعن يميني نورا مدك تيدا الله نور ديك وعن يساري نورا بذح ديدنا الله نوري أو نور ديك واجعل أمامي نورا إله يوخر تيدا نور ديك واجعل خلفي نورا إله يوغذا شيدنا نور ديك واجعل في نفسي نورا نفتيدنا إله يوئي نوري أو نور ديك وأعظم لي نورا إله يو نور كان إيويني ذكرك هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكو أخرين شري سجودوي ذكرك وقدم بيئة لبيئة تبناد وحورن شري النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلهيو إني أعوذ وحاءن مغنقليا برضاك خالي أهان شهاق أيان مغنقليا ومن سخطك عرض هذا أيان كمغنقليا وأعوذ وحاءن مغنقليا بمعافاتك عفسك أيان مغنقليا أو من عقوبتك عقابت هذا أيان كمغنقليا وأعوذ بك إلهي وأذيك أيان كمغنقليا أو منك أذيك أيان كمغنقليا يعني عقابت هذا أيان الله وأذيك كمغنقليا وي ها أذيك أيان عقابت هذا عذابت هذا كمغنقليا وي لا أحصي إلهي ومكوبك رو ثناء عليك أمان أنكو أمانو إلهي وأفكيك إيا إرى يذيذ تون مسوكو بكران أنت أذيك أياء كما أثنيت سيديات كو أمانتي على نفسك نفت هذا لبيو تبنك ذكري أي شيخ مركا سوء روري أو كوي وقحوك بدنا حق سنتك تلمامية وايه النهي عن قراءة القرآن في السجود نهيك يديد مدى كسوء رورتي إن مركا لسجود سيهي قرآن لقد حخريو وكان صلى الله عليه وسلم هورين وحنوسو كالاقادني مركا نهيك سوء للا تلمامو قرآن كا لبقي بدبا لوقي بنيا قرآن أهان لو أخرين أيو إيه دعوين قرآن كا لغا سوء قادن أيو سجود وقوبها لقد عيستو هدي مركا دعوين قرآن كا كتشيرا آتي لدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما دقنا إن القرآن أخر سي دعا دي بات سوء قادتي مركا دعا أهان إن لوق أخريو علماء جواز بكت المامان إيا بنانان إيا وحل ديدي يا قرآن عادي إن وقفكو أخريو أيا لديدي وكان صلى الله عليه وسلم نبي بوحوها ينهى مديدة عن قراءة القرآن إن قرآن لقو أخريو في الركوع والسجود ركوع ذي سجود بأ ويأمر وحان فريشري بالاجتهاد إن لقد ذاله والإكثار إيا إن لبديو من الدعاء دعاء في هذا الركن تير كان سجودا كما مضى في الركوع سيدي الركوع ذا بين قوس ومرتي وكان يقول وحان أرنشري نبي صلى الله عليه وسلم أقرب واختق وقدو يهي ما يكون العبد أدونك واختق وقدو يهي من ربه ربك وهو ساجد وإسق سجود سن فأكثر الدعاء دعاء كبضي فيه سجود هل كان هو حقوق بنايا وهل للمسلم أن يدعو في السجود بأدعية وردت في القرآن الجواب نعم لأنه لا يعد حين يدعو بهذه الأدعية قارئا للقرآن فلا مانع أن يقول في الدعاء في السجود من نوع الأدعية التي وردت في القرآن وإن تنت المامين دعوين كقرآن كسو أروري دعاء هان إن لو أخرستو وحدبات آمله إطالة السجود سجود أولا ديريو وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يجعل مديالا سجوده سجودي سقريبا مدؤدو
من الركوع الركوع ذا في الطول حق ديرك ايا با عجيب كه حلقيا با تلاوه اد ادر امام كينو كتجيو لكن مركي الركوع دي سجود لا سو غاړو اد مودد انو دغدغ مركي اوغو سو بودايو احيانا ايا ادغت هايبا ان تسجح تسدح جيرت لا سبحان ربي الاعلى مركات كدبه توغنيسد ارنداس انا صح ما ارنداس انا صح ما ان سجود اي ديراته او اي تلاوه كو دواته ايا النبي صلى الله عليه وسلم هديغي سي اهيد هدي ددك ان مركا لا توجينيو او امامك وجماعه توجينينا مركا سجودي انو دخدحات كدغو او سجود اد ودهرو ددك مركا اي ان ددك قفكي ددك سنايو كلا صلاه كو ديرينه سنا ان اهين سجود قفكو انو اذكارتي اخريو اي كو ادغتاينا ان اهين مركا مركاستا اعتدالك ايا لو باهن يحي او صلاه انو يسو دليترنتاي ايا لو باهن يحي مركا النبي صلى الله عليه وسلم هو هامد كديرادا سجوديسا وربما بالغ وحان سوره قال اه انه او سي خيل ديران جري في الاطاله ديرينتا لامر عارض ارين سو دريداي اما سو كورداي درتيد انه سجوده او داهي جري كما قال بعض الصحابه سيدي اي صحابه قيب كميد يلاهدين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ايا نو سو بحي في إحدى صلاتي العشي مت كم ده لبذا صلادات إجلين كدم ب ها وظهر عصر مت كم ده أي النبي صلى الله عليه وسلم صباحي وهو حامل استجو سدا حسنا أو حسينا لبذي متانها ها مت كم ده وهو النبي صلى الله عليه وسلم حسن أم حسين مت بوسدي فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نبي هراء أيو أمري فوضعه وحان الدقي عند قدمه اليمنى مدك تيسا لك تيسا مدك لنعيدا أيو إلمه يرى الدقي وي قال دبادنا ثم كبر دبادنا صلاة بوحيرنا ثم كبر دبادنا وتكبير صدي للصلاة صلاة فصلى ونتكدي فسجد وسجودي بين ظهراني صلاته صلاة سينتو كتري سجود صلاة سجوده صلاة كمدة أي سجود سجدة سجود أطالها أدري قال وحي لمكا صحابي وريني فرفعت رأسي مدح أيان كرو قاضي مركو سجودي ديري أيان مدح كرو قاضي من بين الناس دتك دحدود يعني دتك يوان كرو قاضي مدحي أيان أنو كرو ير قاضي سيانو إيغو فإذا الصبي مسوى علمه يرى على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كدبر كسارا وهو ساجد يسجد سجود سيهي فرجعت إلى سجودي سجودي دبان مكدب النقضي فلما قضى مركي دميستي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي الصلاة صلاة مركو دميستي قال وحيلي قال الناس دتكب وحي الاهدين يا رسول الله رسول كلاهي إنك سجدت وحأت سجودي بين ظهراني صلاتك هذه صلاة داذن لحديد وحأت سجودي سجدة أطلتها سجود أطلي ريسي حتى ظننا إلا أن مليني أنه قد حدث أمر إن أهرين وكو دعضي إلا نقفك سجود وابكو جيريون كرا وكحنون سنكرا إلا أن وحيني كو دعين مودني سجود أطلي ريد بيلاهدين حتى ظننا إلا أن مليني أنه قد حدث أمر إن أهرني دعضي أو أنه يوحى إليك أما إن لبوحيوني قال وحي للنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن انتاسب مدع ولكن ابن ارتحلني لكن إن كيجي أي الركوب صدي أو دشعي غفولي فكرهت وحى النعي أن أعجله إن أنددتشيو حتى يقضي حاجته إلى أدنتي سيقته ما أرحمك يا رسول الله بلك المير أو دش كفولي عيارت انتو كبغن أيو أو كرم استران أيو أيو رسولك صلى الله عليه وسلم سقيا بل واحد اكتان هديق نوعاها أو المها ير نبي صلى الله عليه وسلم أو دش كفولي إيا هديق دتك إن قيب كمد المير هدوب أسو دوادو أدبودين ويسدك الشبيبة صفك هرب اللي جاي إليه عيالك نجا سارة هدي المها يره هذلو أما مساجدك وكوع يارو قيل مكرفون قال استاجية
arintaas sax ma ah ubadka masaajidka in lagala dagaalamo sax ma ah dadka aynu musallahan inay ku tukadaan doonayno waa ubadkani markii ay waaweynaadaan iyagii hadday masaajidka ku barbaari waayaan masaajidkii laga eriyo masaajidkii ay ka baqaan ma markii waaweynaadaan bay soo gelayaan way adag tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam aad buu ugu naxariis badnaa ilmaha yari wuu ku dul ciyaarayay dushuu ka fuulayay hortiisu ku ciyaarayay ma dhibsanayn nabigu sallallahu alayhi wasallam marka naxariista noocaasa in ubadka loo hayo weey qallafsanaanta iyo dadka in si adag loola dhaqmo ciyaalka oo markaa goobihii cibaadada laga eriyo waxay noqonaysaa nacsiin la nacsiinayo goobihii cibaadada arrin wanaagsanna maaha weey وفي حديث آخر نبي صلى الله عليه وسلم حديث كلا وحويلي كان صلى الله عليه وسلم وحوها النبي يصلي مت كذا فإذا سجد مركو سجود وثب الحسن والحسين لبدي إن متانها حسن يا حسين أيا وحي كد البوذي وحي كبوذي على ظهره دبر كيسة فإذا منعوهما مركا أيدتك أديدان وسيلان كغبو ilmaha yaree nabiga sallallahu alayhi wasallam dusha ka fuulaya ashaara ilayhim gacanta ayuu ugu tilmaamayay an dacuuhuma iska daaye ciyaalkani hay ugu ciyaareen iska daaye hadda salaad buu ku jira keenaba ogolaanaya ilmihiisu inuu ku ciyaaro isagoo salaada ku jira inuu soo hormaro keeba ogolaanaya ilmaha yaree inuu marba dusha ka fuulo oo rukuucdii kula rukuuco oo ku rukuubsado dhabar ka fuulo keeba ogolaanaya hadiyiga nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaan u ahaa ilmaha yar inuu lahaa xitaa yaan ciyaartiisa laga celin ay gudul ciyaaro salaada inuu ku jira saas u ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam hadiyigiisii haa falamma qada as-salata salaadi markuu dhamaystay wadacahuma fi xijrihi dhabta ayuu saartay wa qaala wuxuu yidhi man axabbani qofka i jeceli ama qofka i jeclaada falyuxiba haadayni labadan ha jeclaado xasan iyo xuseyn ilma cali ibni abi aalib iyo faatima binti rasuulillaah labadan ha jeclaado weey jacaylkoodu waa jacayl rasuulka sala allahu alayh wasalam la jecel yahay wey haa marka waxay ku tusaysaa ubadka sida wanaagsan ee rasuulku sal ly slam ugu naxariista badnaa ugu naxariista badnaa ayay ku tusaysaa fadlu sujuud sujuudda fadliga ay leedahay insha allahu isaga ayaynu ku soo gabagabaynaynaa wa kaana sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu ahaa يقول مديد هذا ما من أمتي ما تشير غف أمد إذا كمد أه من أحد قفنا إلا وأنا أعرفه إلا وأن قرندونا يوم القيامة ما لنت قيامة أمد النبي محمد أنت وقتي سنة وليد ماءها أمد إلا آخر الزمان إلا ما لنت قيامة أي دعدونتو ضدك إيمان دونا النبي صلى الله عليه وسلم أمدي سسيقارا يوغا قرندونا dabadeedna da saxaabadii baa yaabo waqaaluu waxay yidhaahdeen wakayfa tacrifuhum seebaad ku garanaysaa yaa rasuulallah rasuulkii ilaahayow fii kahrati alkhalaa'iq noolaha faraha badan ee maalinta maxsharka taagan ummaddaada seebaad uga garanaysaa qaala waxa uu nabigu sal ly slam yidhi wuu hoga tusaalaynaya ara'ayta ka waran ayuu yidhi low ara'ayta wuxuu yidhi ka waran low dakhalta haddii aad gashid صيارة حرو فيها خيل أي كتيران فرد دهم بهم فرد دهم مدو أو بهم صافئة يعني هل مذب أو مدو أو وحت الرحاء أي كتيرين فرد النوع عاسي حرا أي كتيران وفيها فردها نؤ كده كتيرو فرس فرس أغر فرس فودعد oo muxajal xubnihiisuna ay cadcad yihiin xubnihiisuna ay cadcad yihiin amaa kunta tacrifuhu faraskaa midabada leh ee caddaanku salaanta ama fooda iyo afarta adin uu kaga yaallo amaa kunta tacrifuhu minha miyaanad fardaha ka garateen fardahan madmadow iyo faraskan midabka caddaankaa leh miyaad kala socdeen qaala wuxuu saxaabigii yidhi bala haawan kala garan lahaa قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمتي أمديد يومئذ ما لنتا قيام غر وكو فودعد من السجود سجودي أي سجودين أنت حبنيه أي كو سجودين أي دلالة سؤوف كبحيا ويو عد محجلون
واني حبن عد عديهين من الوضوء ويسدي قعمه لما يري إيا لغيه لما يرينا عدام بين نغانا يانو افتين باك بحية مركا حبنها سأيو النبي صلى الله عليه وسلم وكو قرانيا أمدي سوي سجودا أيو كو قرانيا ويقول حكال أورانشر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله هدي إلهي أودونو رحمة هدي أو إلهي لدونو رحمة من أراد من أهل النار نحريس هدي أو لدونو إذا أراد الله هدي أو إلهي لدونو رحمة نحريس من أراد من أهل النار عد ومركا ربي الدورتي أما وكدوني أهل النار ككمد هدو ربي الدمعو إنو أن حريستو أمر الله إلهي وحفر الملائكة ملائكة أن يخرجوا إنيك سوصاران نارتا من يعبد الله قفك إلهي عابدي فيخرجونهم دبذان ويك سوصاريان ويعرفونهم وحاني كقرانيان ملائكة كوي إلهي عابدي بآثار السجود رادتك سجود أي لهيد أي كقرانيان وحرم الله وحزوي دين له وفكن هو بقبتونار بكوش رئيسي سجود وحادي وحرم الله إلهي وحاوك حرمي على النار نارتا أن تأكل إن يعنتو أثر السجود سجود الرات كيدي هل كي غفكو كسجودي جري إن النار تعنتو إلهي وكحرمي إلا وحد جردد مسلمين وأصحاب الكبائر أصحاب الذنوب وإلهي سبحانه وتعالى ونارتا قيني دبادنا عدالة ديسة ربي سبحانه وتعالى وكغتشري وحي أي قيستين هدونا وكسو ساريو النبي صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي إلهي نارت إنو كسو ساري دونو قفكي لا إله إلا الله إيري بل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وحآت أير إيمان قلبه سقفكي كجرتي نارت وعلى كسو ساري دونو مركا عقيدة أهل السنة والجماعة يكمتهاي إن ضدك مسلمين تقيب كمد إلهي عدالة ديسة أوكو عذاب دونو قيب تودنا فضل جيسة ربي سبحانه وتعالى ومركا أودن بدا في دونو أوكو شنين دون مركا سلاسة لغس ساريا فكل ابن آدم إن آذن أودن تأكله النار نارت ويعنيسا إلا أثر السجود سجود رات كيدي موية انتا إن شاء الله أينو كسو قبقبينينا درسينا بإذن الله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وحسو على السلام يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم شيخ وحوي مركو إمام الفاتحة وآخرين وجهر أي تهدي ورب العالمين آمين إرام هذا هو حد استي يعني عليك كاعدة عيسي sida wanaagsan oo ansabka waxa weeye waqtiga aamuska ah ee ku dhex jira faatixada marka la dhameeyo ilaa tilaawada kale uu bilaabo hadii aad carabka fududeyn kartid faatixada inaad akhridid sababtoo ah xadiis baa nabi sallallahu alayhi wasallam ku tilmaamay laa salaata liman lam yaqra bi faatixati alkitaab سلادي وما جيرتو قفك آن فاتحة آخرين سيدا وناكثني واسدا لكن مذاهب العلماء مركا آن يقنو علماء ذو لما مذهب بي كليهين مذهب تلمام يسا قفك فاتحة مركا استوى اللوغة باهن يهي مركا استينو آخريو ورقعتك استوى اللوغة باهن يهي إيوم مذهب تلمام يسا هدي إمامك سلادة جهري وكر وآخرين يو قراءة ذو آخريي أي عدق آخر سكوه مركا سياد سكو دح سيد هل كان دحي هدي أدقلين كرتيد وأين أدقلسا أهي مدرنا وحن مالني ندرسي هورين وكل درداراني حوغا دادك إنا يوير كاديان أو تلاوة انتانو باللابين آمو سير ودح قليو مركا غفكو وفاتحة دي أخرستو هدو ما إمانا يسو مركا إمام كيو قرآن كي أخرين أيا إنا القرآن أدنا أخري ديد ما إمانا يسو ها مركا فاتحة دي إنا هل كان لقليو واسيد أقوم مناسب سنوي وإياكم يا رب حبيبي ركوع لني السجود رادا نبي انت بدل ما كنت كنيه ما صلاه الليل ادي هذا مركا نبي عليه الصلاه والسلام سوره البقره وعلى عمران يا النساء كنت كنيه هل ركعه قيام الليل ها مركا عندك كنيه وقت ان جومو
horta cibaadada sideedaba qofka inay u fududaato waxyaabaha keena la qabsiga ka mid ah. Hadda waxaa suuragal ah haddii lagu yidhaahdo shaqo la taagnaanayo maanta oo security oo kale ah oo la rabo inaanad fadhiisan 8 saacadood waa taagnaan kartaa. Habeenku 8 saacadood inta la tukadaa kama badna, soo maha. Qofku shayga uu jecel yahay oo ku raaxaysanayo intuu doonu taagnaan karaa. Nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi wajucilat quratu cayni fi salaah, ilqabowsigayga waxa aan ku raaxaysto salaada ayaa laga dhigay. Lidaalikuu nabigu sallallahu alayhi wasallam salaada uu u dheereyn jiray, ugu tukan jiray. Imika aimadeennu waqtiyada salaatu tahajudka oo kale 3 juz bay ku tukadaan. Dadka qaybtood waxay u tahay 3 juz wax aad u sahlan. Marka jirku waxbuu la qabsadaa, la qabsigaa unbaa keenaya mooye eh, awood gaari ma jirin. Awood gaar oo nidhaahno nabigu sallallahu alayhi wasallam waa la samayn karaa intuu samaynayayba. Wixii dee si gaara loo tilmaamay oo nabi sallallahu alayhi wasallam u gaara mooye ee salaatulayl, qofku inuu habeenkii intiisa badan tukado waa wax uu samayn karo. Bal dad mucaasiriina oo badan inay samayn jireen, dad mucaasiriina oo badan waxaanu kaloo soo tilmaanay salaatulaylka khasab maaha qofku inuu taagni ku tukado, fadhi buu ku tukan karaa. Salaadaha sunnaha ah way ka ajar yartahay mooye ee salaatulaylka ajarkiisa waa lagu qorayaa. Marka fadhi baad xitaa ku tukan kartaa, weli cibaadadii waa la samayn karaa, wax diidaya ma jiraan. Qur-aanka haddii xifdigu ku adag yahay qofka, musxafku kala furi karaa oo marba uu rugan karaa. Rixligan dheer oo kale intuu soo dhigto ayuu marba saa u rugan karaa. Moobeelku ka akhrin karaa. Weli waxaa jira qaabo badan oo cibaadadii qofku u samayn karo isagoo aan marka aanay dhib ku noqon uu samayn karo weeye. Aad bay u fiican tahay. Sideedaba innaga waliba waqtigan habeen yaraan badan baa ina haysa waa run. Qofka waxaa munaasiba nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidku wuxuu ku tilmaamay ilaahay camal wuxuu ugu jecel yahay waxa la daa'imo la joogteeyo. Haddaad 3 ragcadood oo bacda cishaaiga aad tukatid aad joogtaysid, salaatulayl baa lagu qoraya habeen kasta. Salaatulaylki waa tukatay. Marka salaatulaylku khasab ma aha intaasoo ragcadood inuu noqdo, khasab ma aha. Laakiin salaatulaylku waa salaad ka bilaabata bacda cishaaiga ilaa fajarka inta u dhaxaysa salaad la tukada weeye. Markaad 3 ragcadood aad tukatidna insha allah way ku filantahay, way ku filantahay biidin illahi tacaala. imaamku hadduu ku tujinayo, hadduu imaamku xoogaa ku yaro daaho ducooyinka maadaama yaro fara badan yihiin, haddaa iskaba ducaysatid ka waran sujuudda waad ku ducaysan kartaa, waad ku ducaysan kartaa adkaar kasta oo aad garanaysid oo duca ah, sideedaba sujuudda subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi 3 jeer oo aynu nidhi wixii ka dambeeya waa ducooyin, waa ducooyin. Iyada lafteeda inaad ku celcelisidna waad awooddaa oo subxaana rabbiya alaclaa aad iska sii wadid, sidii nabiga sal slam ka sugnaatay in aad ducooyin ilaahay subxana wa tacaala dana badan baad ka leedahay, danaha aad leedahay oo dhan aad ku ducaysatidna waad awooddaa. Waliba ducooyinka wax badan soo koobaya baahideenna adduun iyo ta aakhiraba. Duca aan mar hore tilmaamayay oo ahayd qofku inuu yidhaahdo ilaahay subxana wa tacaala weydiisto oo yidhaahdo yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astaghiith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت إنو يلاهد إلهي أرمهي قوردن إي وداقاتي أرمهي أرمى أدون باكوشرا كو آخرا كوشرا كو دقالا كوشرا كو عافمات باكوشرا أرمها قوردن إلهي باوداقران إي وداقاتي آيات إلهي دعيه نوع عاسو كلاه جامعا وحبدا كوبيا وفكينو كودا دعيستو كعل عليو وسيدو قونا سموي آخر إيادون بها. Marka tiri aslix lii shani kulle, arrimahayga oo dhan ilaahay u hagaaji, maxaa ka tagtay? Ma arrin adduun baa ka tagtay, ma arrin aakhiraa ka tagtay? Dhammaantood niyadda ku haysaa ilaahay oo arrimahaas oo dhan ii wada hagaaji hadaad tidhaahdid way ku dhan tahay. Marka ducooyinka jaamica ahee wax badan koobaya
إن شاء الله قفكن وكود الدعاء يستو بإذن الله تعالى ويذن أدبونك ستح وبآية قرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويداهدو ينوى كسي في عنتهم هيا جزاكم الله خيرا. سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.